تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة لمنشور بإدارة كهرباء السيدة زينب يفيد بوقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخلصة من الضرائب العقارية. قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكد أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن هي لم تصدر أي تعليمات أو قرارات لأي جهة تابعة ليها بشأن وقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخلصة من الضرائب العقارية، وشدد كمان على استمرار العمل داخل كافة الجهات الخدمية التابعة ليها وتقديم الخدمات للمواطنين وفقا للوائح والقرارات المنظمة ليها دون إحداث أي تغييرات. وبتؤكد الوزارة على اهتمامها الدائم لرفع مستوى الجودة وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى صعيد تاني، أعلنت الوزارة عن إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي أي شكاوى للمواطنين على مستوى الجمهورية، وده خلال عيد الأضحى، والعمل على حلها في أسرع وقت. يعني حقيقة وقف تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين إلا بعد تقديم مخلصة الضرائب العقارية شائعة تم نفيها بشكل واضح زي ما قلت لحضراتكم، ومفيش لها أي أساس من الصح. الشائعة اللي جاية الحقيقة كانت مضحكة نسبيا، وخليني أقولها لحضراتكم. تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المواشي. وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية اللي وضحت بشكل واضح أن الأنباء دي غير صحيحة بالمرة، وأكد أنه ما فيش أي نية عند الوزارة لفرض أي ضرائب على المواشي، وده حرصا على دعم المزارعين وعدم تحملهم لأي أعباء إضافية. وشدد كمان المركز في الوقت نفسه على أنه من عام 2016 لم يتم أي فرض ضرائب جديدة تحت أي مسمى، مطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات اللي لا تمت للواقع بأي صلة وبتستهدف في المقام الأول إثارة غضب وبلبلة وقيل وقال بدون أي مبرر. عشان كده احنا دايما لما بنيجي نتكلم هنا في برنامج بنقول اننا لما نشوف خبر أو موضوع أو أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نتحرى الدقة ونستقصي ونتحرى عن هذا الخبر ونشوف مصدره ونشوف مدى صحته ونقارن هذا الخبر بالأخبار الواضحة اللي بتصدرها الحكومة أو الوزارات المعنية بخصوص هذا الخبر، لأن الأخبار دي ما بتعملش أي حاجة غير أن هي بتعمل قلق وبلبلة وقيل وقال، وبتعمل توتر عند كثير من المواطنين وبتشككهم في حاجات كتير.